جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: في إحدى السنوات الماضية قمت بأداء فريضة الحج، وعندما وصلنا الميقات قال لنا أحد الرجال: أحرموا، ولم يبين لنا كيف طريقة الإحرام، فأحرمنا حسب معرفتنا، لكن لا زالت تلك الحادثة تتكرر في ذهني، إذ أني لا أعلم كيفية الإحرام الصحيحة، وجهوني إليها جزاكم الله خيرا. كيفية الإحرام الصحيحة أن تنوي الدخول في النسك، تنوي الدخول في النسك، ويكون ذلك عند الميقات الذي يمر به من يريد الحج أو العمرة، وهي المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة والحليفة، ولأهل المغرب ومصر والشام الجحفة، ولأهل اليمن ينملم، ولأهل نجد قرن المنازل أو السير الكبير، ولأهل العراق ومن جاء عن طريقهم ذات عرق. فإذا مر بهذه المواقيت أو حاذاها من البر أو من البحر أو من الجو، فإنه يجب عليه أن يحرم، وإذا كان يريد الحج أو العمرة، لأن ينوي الدخول في النسك ويمتنع عن محظورات الإحرام، يمتنع عن محظورات الإحرام حتى يكمل نسكه. ويستحب أن يسبق الإحرام أشياء تهيئة للإحرام، منها الاغتسال جميع البدن وإزالة الوسخ والعرق، تنظف، ومنها إذا كان يحتاج إلى أخذ شيء من شاربه أو من أظفاره أو من آباطه أو من عانته، أن يأخذ شيئا منها من أجل أن لا تطول عليه المدة وهو محرم فيتأذى بهذه الأشياء إذا طالت، فكذلك يتعاهد هذه الأشياء وينظفها كما جاء ذلك في الأحاديث من أخذ هذه الأشياء، وأن ذلك من خصال الفطرة. وكذلك يسبق الإحرام أنه يطيب بدنه بما تيسر من أنواع الطيب في رأسه وفي بدنه، يتناول شيئا من الطيب يطيب به رائحته. هذه مقدمات للإحرام وليست بواجبة، الحمد لله. إنما الواجب نية الدخول في النسك، كما ينوي المصلي الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام والنية، كذلك المحرم ينوي الدخول في النسك ثم يلبي ويتجنب محظورات الإحرام كما ذكرنا. هذا هو الإحرام المطلوب من المسلم، فإذا كنتم فعلتم هذا فقد أحرمتم والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تحت تأثير الجهل شيخ صالح، ربما المحرم لا ينتبه لهذه الأشياء بل يكتفي بالغسل ويتجه حينئذ إلى الحرم، هل إحرامه صحيح، عمرته، حجه؟ نعم، هو قد نوى، إذا فعل هذا نعم فإنه قد نوى الإحرام، لأنه ما اتجه إلى الحرم ومر بالميقات متجها إلى الحرم وتجنب محظورات الإحرام، إنه قاصد للإحرام. نعم.